اول شيء كريستيانو وانا بوقف ورا. ليه؟ لانه وراء كل رجل عظيم امبارح. والله حنشوف تشكيلة هبة نور. يلا يا هبة، يلا. بس اختياراتك الحراسة طلال مارديني، ليش؟ لانه قد ما بياكل ضربات بيضل واقف ومستعد. مين عم يضرب فيه؟ يعني طلال من الاشخاص اللي كثير طيبين، قد ما سمع اساءة، هلا ما ضروري تكون اساءة بمعنى الاساءة، حتى اساءة او نقد بيضل عم بيضحك وبيقابلها بروح. مش لانه حجمه كبير مثلا او حجمه صغير. هي طلال مين؟ عم بيلعب هلا، عم بيعمل عضلات. طيب ماشي. خط الوسط حنشوف، حطيتي بالوسط حطيتي تيم الحسن ومعتصم نهار وخالد القيش وباسل خياط. هدول بس كل واحد من جيل، يعني خالد غير جيل معتصم غير الوسط. تيم غير باسل. تيم وباسل بيسلموا على بعض نفس الجيل. الوسط لا، انا كنت حاطه مين؟ دفاع هدول مش وسط، دفاع هدول. ايه ليش دفاع؟ تيم بيهاجم. تيم بيهاجم؟ لا إيه؟ تيم على مدار هاي السنين اكيد، وباسل واكيد هلا باخر فتره معتصم وخالد، يعني شاركوا باعمال جدا عربيه وعملت نجاح جدا عالي، فكانوا عم بيقدروا يدافعوا عن حلو تواجد الدراما السوريه بالسنين هي اللي مرقت. هنشوف الوسط، حطيتي قصي وقيس ويمين باسم ياخور ويسار احمد الاحمد. لانه قادرين يعني كيف ما حطيت، لاحظ انه احمد وباسم طوال. ايه وتيم طويل ومعتصم طويل، كلهم لاقين، وخالد القيش طويل. ايه شو وصلت انت مع الاطوال؟ مواصفات العريس. لا بتعرف كمان خط الوسط وين ما حطيتهم بيجوا واقفين، يعني بيقدروا يكونوا مع الهجوم وبيقدروا يكونوا مع الدفاع. فكمان بيكون عندهم لياقة عالية، دائما قادرين يكونوا موجودين ودائما قادرين يكونوا مستعدين للخطط الجديدة. خط الهجوم لنشوف مين حطت. هبة نور حطت حالها هي ورونالدو. ايه ليه بقى؟ طبعا انا اول شيء كريستيانو وانا بوقف ورا. ليه؟ لانه وراء كل رجل عظيم. والله 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 في واحد من هدول ممكن يكون رجل احلام؟ انا من هدول هلا يعني الشباب بدون ما تسمي. ايه مين؟ الشباب كلهم اصدقائي يعني بدون ما تسمي، في حدا منهم ممكن يكون رجل احلام؟ ايه طبعا طبعا طبعا. اكثر من واحد؟ اثنين. اثنين. شفتها حطت على كريستيانو وراحت على اليمين. اليمين جهة تيم وجهة معتصم وجهة احمد وباسم. والله انا بحبهم كلياتهم. صح بس انا اللي حكيته صح ولا لا؟ لا.